مجلس الزمالك كمان بيدرس حل أزمة مساعدي باتشيكو بشكل ودي. بيدرس المجلس بقيادة حسين لبيب التواصل مع الاثنين مساعدين اللي كانوا مع باتشيكو عشان يحلوا الأمور بشكل ودي. هما الاثنين يعني الطلب منهم او اتقال لهم كده يعني بهدوء اسحبوا شكوتكم ضد النادي اللي في الفيفا واحنا نخلص لكم الموضوع بشكل ودي بدل ما ندخل بقى في معمعه شكاوي رايحه وجايه وانت ليه غرامه وهتاخدها بعد فتره طويله وحاجات كده. وهما الاثنين كل واحد منهم عنده مستحقات عند النادي وعشان كده الزمالك عايز يخلص القصه دي بعد ما كلف نصر عزام اللي هو محامي النادي بمتابعه القضيه مع الاثنين مساعدين في الفيفا عشان يحل الازمه بشكل ودي تخوفا طبعا من اي عقوبات قد تصدر من قبل الفيفا ضد النادي.